ولمزيد من التفاصيل مشاهدينا نربط الاتصال بموفد قناة نوميديا إلى المحكمة العسكرية زميل إسماعيل بوفليح. أهلا بك إسماعيل، ما هي مستجدات المحاكمة لديك؟ مرحبا أميرة، إذن لازلنا في انتظار النطق بالأحكام النهائية الخاصة بمحاكمة بعض رموز النظام السابق هنا بالمحكمة العسكرية بالبوليدة. لازلنا الآن في مرحلة وهي الآن في مرحلة المداولات الخاصة بهيئة المحاكمة التي انطلقت منذ حوالي ساعة ونصف بعد أن رفعت الجلسة بعد مرافعات هيئة الدفاع الخاصة بالمتهمين الأربعة الخاصة بالمتهمين الأربعة الذين هم سعيد بوتفليقة وأيضا جنرال توفيق مدين، بشير طرطق، وأيضا الأمين العام لحزب العمال لويزا حنون، بعد أيضا مرافعة النائب العسكري الذي التمس الحكم بعشرين سنة حبس نافذ في حق المتهمين الأربعة ككل، وأيضا كما التمس أيضا الإبقاء على الحكم السابق في المحاكمة السابقة وهو 15 سنة حبس. يعني إذا لحد الآن في انتظار هذه الأحكام النهائية التي ينتظر بعد دقائق من الآن يعني قاضي المحاكمة أن ينطق بهذه الأحكام النهائية للمتهمين الأربعة. الكل يترقب، كل وسائل الإعلام تقريبا حاضرة هنا، إجراءات أمنية مشددة هنا على محيط المحكمة العسكرية التي تبعد حوالي 500 متر من هذا المكان في انتظار يعني الحكم النهائي. تقريبا كل يعني المتهمين وكل محامين حاضرين في يعني اجراء المحاكمه، اجواء المحاكمه التي انطلقت صبيحه اليوم على السابعه او التاسعه صباحا، استمرت لحد غايه لحد الساعه، ونحن في انتظار يعني اطلاق الاحكام النهائيه. نوافيكم بابرز يعني ندخل الحكم النهائي في الدقائق القادمة. نعم، واضح. إذن شكرا لك إسماعيل بوفليح على هذا التدخل.